اليوم سوف أقوم بتقديم بعض الحالات تواصلية مهمة جدا خلال تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. سوف أتطرق إلى الهدف الرئيسي باللغة الإنجليزية كالتالي: Communicate personal information orally. Communiquer des informations personnelles d'une manière orale. السلام عليكم، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جو كومينيك تي في سيور يوتيوب وكذلك سينما فريمان تي في سيور فيسبوك. ترحب بجميع الأعضاء الجدد والقدامى. كذلك بالمناسبة هذه تقدم اليوم جزيل الشكر على الدعم والمساندة لقناة جو كومينيك تي في سيور يوتيوب وكذلك سيور فيسبوك. الوغ اليوم ان شاء الله نطرقوا حصة جديدة من دروس اللغة الإنجليزية للجميع، تعلم اللغة الإنجليزية للجميع. سوف نتطرق إلى الوحدة الثانية سكول. كيف ما تشوفوا على الشاشة هناك عدة أهداف سوف نتطرق إليها بعد الاستماع لها. سوف نستمع معا هذه الأهداف ثم نعود. Communicate personal information orally and in a simple letter. Read and understand a simple letter. Understand and value the differences in school life in Morocco and abroad. Use correct language, take simple notes, and do creative work. Cooperate and interact with others. Communicate personal information orally and in a simple letter. Read and understand a simple letter. Understand and value the differences in school life in Morocco and abroad. Use correct language, take simple notes, and do creative work. Cooperate and interact with others. إذن الهدف الأول كيف ما تشوفوا على الشاشة هو كالتالي: تواصل من خلال بعض المعطيات الشخصية بطريقة شفوية وكذلك عبر رسالة. Communicate personal information orally and in a simple letter. إذن الهدف الأول هو كالتالي: Communicate تواصل من خلال المعلومات الخاصة بك d'une manière orale معنى بطريقة شفوية and in a simple letter وكذلك عبر رسالة. Read and understand a simple letter. إذن القراءة وكذلك فهم جيد لرسالة. Read and understand and separate. Understand and value the differences in school life in Morocco and abroad. معناها فهم وكذلك تمييز ما بين تقييم الاختلافات اللي تتكون ما بين الحياة الدراسية اللي تتكون في المغرب وكذلك في الخارج. Understand and value the differences in school life in Morocco and abroad. سوف نتعرف على الاختلافات اللي تتكون بين الحياة الدراسية اللي كنا في المغرب وكذلك في الخارج. من بين الأهداف الرئيسية كذلك من غير التواصل وكذلك استعمال اللغة. Use correct language, take simple notes and do creative work. إذن خلق عمل جيد وكذلك استعمال جيد للغة وكذلك أخذ نقط. Use correct language, take simple notes and do creative work. وفي الأخير cooperate and interact من الانتراجية من التفاعل تعاون وكذلك التفاعل ما بين الأشخاص. هادو كيف ما تشوفوا هادو هما اللبنات الأساسية اللي غنطرقوا عليها اليوم في هاد الوحدة الثانية.
Communiquer des informations personnelles oralement et dans une simple lettre, lire et comprendre une simple lettre, comprendre et valoriser les différences de vie scolaire au Maroc et à l'étranger, utiliser un langage correct et prendre aussi des notes simples et faire un travail créatif, coopérer et interagir avec les autres. لان شرحت لكم دابا باللغه الانجليزيه وكذا باللغه الفرنسيه شنو هما الاهداف الرئيسيه اللي غنطرقوا عليها في هذه الوحده الثانيه تكون اللي تلاحظوا دابا في الشاشه alors سوف نطرق في البدايه لا كومونيكاسيون كومونيكيت كومونيكيشن كومونيكيت اذا نذكركم بالاهداف هما كالتالي هذه الوحده الثانيه هي سكول حياه المدرسيه كومبيتنسيس معناها الكفايات اللي غنوصلوا للاهداف اللي خصنا نحققوها والاهداف الرئيسيه في هذه الانشطه المقترحه باللغه الانجليزيه كالتالي كيف ما تشوفوا communicate personal information orally and in simple letter اذا انتم فاهمين جيدا ما معنى هذا الهدف communicate personal information orally in a simple letter read and understand a simple letter understand and value كيف ما شفنا difference in school life in Morocco and abroad use correct language take sample notes and do creative work cooperate and interactive with other سوف نتطرق الان الى la communication دائما في اطار التواصل في communicate personal information orally communicate personal information orally على communiquer les informations personnelles oralement تواصل من خلال بعض اعطاء بعض المعلومات الخاصه بطريقه شفويه اذا هناك كيف ما تشوفوا هناك ثلاث حالات مختلفه الحاله الاولى جيم قرب لكم اكثر جيم نانسي انسارا كيف ما تشوفوا الصوره جيم نانسي انسارا الحالة الثانية عندنا نورا اند جيم نورا اند جيم الحالة الثالثة عندنا اوليفي انا اوليفي اي انا داكوغ الوغ هاد الحالات الثلاث متعلقين بالدرس ديال اليوم ديال لا كومونيكاسيون بخصوص كومونيكيت بيرسونال personal information or communicate personal information or اذا نطرقوا للحوار الاول الاجماع ما بين جمال نانسي انسارا نقرب عليكم اكثر هاي ماي نيم از جمال هالو اي ام نانسي هاي اي ام سارا هادو مختلف تقنيه ديال التقديم باللغه الفرنسيه باللغه الانجليزيه Hi, my name is Jamal. Introduce myself. Hi, my name is Jamal. Hello, I'm Nancy. Hi, I'm Sarah. Repeat with me again. Hi, my name is Jamal. Hello, I am Nancy. Hi, I'm Sarah. It's very good. Hello, are you American? Now I'm English. هنا نحاول سارة تطرح سؤال على نانسي الجنسية ديالها Are you American? Are you Moroccan? Are you French? French, American, English هادو كلهم تسموا جنسيات عالمية Are you American? No, I am English Are you American? No, I'm English. Repeat with me, please. Are you American? جاوبني. No, I'm English. Very good. طرح لي سؤال. No, I'm English. Very good. Where are you from? Where are you from? I'm from Manchester. من أين أنتيس? Where are you from? Repeat, please, this question. Where are you from? طرح سؤال. Where are you from? Repeat, please. Where are you from? من أين أتيت? Where are you from? Very good, very good. You are in progress. حقيقة أنت في تطور. I am from Manchester.
I'm English. I am from Manchester. Hi, my name is Jamal. Hello, I am Nancy. Hi, I am Sarah. Hello, are you American? No, I am English. Where are you from? I am from Manchester. إذا سوف نتطرق إلى الحالة الثانية في هذا الخدم. نورا and Jim. Are you a new student? Are you a new student? هل أنت تلميذ جديد? Are you? C'est l'inversion du sujet. دائما تقدموا الفعل الفاعل. Are you a new student? هل أنت تلميذ جديد? Are you a new student? Yes, I am. لاحظوا معي شوفوا معي اللي خليكم الاختصار. Yes, I am. Yes, I am. Are you a new student? Yes, I am. What class are you in? إن قسم أنت. I'm in class 7. What about you? I'm in class 7 too. Repeat with me, please. Are you a new student? شوفوا الله يخليكم الطريقة ديال طرح سؤال باللغة الإنجليزية المباشر. Are you a new student? دائما تعتمدوا على الانفيرسن دو سوجي. Are you a new student? Yes, I am. What? ما هو القسم? What class are you in? What class are you in? I'm in class 7. Very good. What about you? وأنت. What about you? I'm in class 7 too. وأنا أيضا. I'm in class 7 too. دين فهمتوا الحوار مزيان. Alors, on va répéter ensemble. Are you a new student? Very good. Yes, I am. What class are you in? I'm in class 7. What about you? I'm in class 7 too. Very good. You are in progress. إذن نطرقوا للحالة الثالثة. Entre Olivia and Anna. What's your favorite subject? Computer studies. What's your favorite subject? ما هي المادة المفضلة دي? What's your favorite subject? Computer studies. What about yours? Geography. My favorite sport is tennis. Really? It's my favorite sport too. Repeat with me again. What's your favorite subject? Computer studies. What about yours? Geography. My favorite sport is tennis. Really? It's my favorite sport too. Repeat with me again. What's your favorite subject? Computer studies. What's about yours? Geography. My favorite sport is tennis. Really? It's my favorite sport too. Alors maintenant on va faire quelques activités. Alors vous pouvez dès maintenant arrêter la vidéo, recopier et les questions après faites un effort. نوقفوا الفيديو حاولوا تخليكم تاخذوا ورقه وقلم ودفتر ثم حاولوا جاوبوا الاسئله. Listen and write true and false then correct the false statement. لان هناك خمس جمل كاين بعض الجمل الخاطئه وكاين بعض الجمل الصحيحه نحاول نصحوا الجمل الخاطئه منها. Listen and write true or false then correct the false statements. Nancy is American for example. False. Nancy is English. Nancy is from London. True or false. صحيح ام خطا كانت خطا حاولوا نصحوها. Jim is a student. True or false. من خلال الحوارات الثلاث اللي قمنا بهم. James is a student. True or false. Jim and Nora are in class 6. Jim and Nora are in class 6. Geography is Anna's favorite subject. Geography is Anna's favorite subject. Basketball is Olivia's favorite sport. Basketball is Olivia's favorite sport.
true or false, listen and write true or false, then correct the false statements. Ça veut dire tout simplement qu'il faut خاصنا نسمعوا ومن بعد نجاوبوا على الاسئله، نشوفوا الجمل الصحيحه والجمل الخاطئه ونصحوا الجمل الخاطئه بيان سور. إذن what's your favorite school subject؟ إذن هناك 10 مواد سوف نطرق إليها الآن، سوف أقوم بالزوم وأقربكم أكثر من هاد المفردات ديال السابجكت: Arabic, Chemistry, Sport, English, Science, French, Computer Studies, Maths, Arts, History and Geography. Arabic, Chemistry, Kimia, Sport, English, Science, Ulum, French, Computer Studies, Informatique, Maths, Arts, Funun, History and Geography. معنى التاريخ والجغرافي. إذن هناك صور بعد المواد يجب أن نغولي لليتر avec les chiffres tout simplement. يجب ربط الحروف بالأرقام، كل صورة وتتعني واحد المادة معينة. C'est très facile. Par exemple, on a un arabec, c'est-à-dire le mutala'a ou le nusus. Sura al-oula, sura i, harf li tatarmez harf i bil lugha al ingliziya. Listen and repeat, then ask and answer question. إذن من بين الأسئلة اللي تعرفناها في التواصل: What's your favorite school subject؟ عرفناها في الحالة التواصلية الثالثة. What's your favorite school subject? Favorite. What's your favorite school subject? Science. What's yours? دائما تنطرحوا السؤال على الآخر بالطريقة هذه. What's yours? Art. And etc. And etc. Where are you from? من بين أسئلة رئيسية اللي تطرقنا لها في الكوميونيكاسيون. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أو من أين أنت؟ أو من أين أنتم؟ إلى آخره. Where are you from? Listen and repeat, then ask and answer questions. Are you American? No, I'm English. Where are you from? I am from London. Alors, Lubna, on a ici first. Hato comme des exemples. Céline, Ottawa, ça veut dire Canada. Jack, Paris. Tom, Boston. Tina, London. Et then, غدا في الحلقة القادمة إن شاء الله في إطار ديال الدروس اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين وكذلك للعموم، سوف نطرق إلى ما يسمى My Personal Information. سوف ندير mes informations personnelles في لا روبريك Mini Projects، وكذلك سوف نطرق إلى الدرس ديال كراما طريقة ديال affirmative and negative interrogative forms. Affirmative and interrogative forms بالنسبة للpositive answer and negative answer. كل شيء سنطرقوا له إن شاء الله في الحصة القادمة. إذن هذه هي النهاية ديال الحصة الأولى من تعرفنا عليها. حققنا الهدف الأول هو communicate personal information all. تمكننا من تواصل مع الآخر، مع الناطق باللغة الإنجليزية أنجلوفون، حاولنا تواصلنا معه وطرقنا معه الانفورماسيون بيرسونيل دون مانيير أورال. إذن الحلقة القادمة سوف نقوم بتصحيح الأسئلة الخاصة بهاد لا كومونيكاسيون، وكذلك سوف نتطرق إلى مين بروجيكت أند جراما. إذن نكونوا في الموعد إن شاء الله في الحلقة القادمة من حصص اللي تندرج في إطار تعلم اللغة الإنجليزية من خلال لاشين يوتيوب جو كومينيك تيفي. إلى ذلك الحين تتمنى للجميع الأصدقاء والأحبة القناة يوتيوب جو كومينيك تيفي وكذلك الصفحة الرسمية سينما فريمان تيفي على الفيسبوك، تتمنى لهم لحظات سعيدة جدا
وتتمنى لهم بيان سور لحظات تواصليه مع اللغه الانجليزيه وكذلك الناطقين باللغه الانجليزيه. اذا مع on se verra prochaine fois. Alors, ciao, on se verra. Goodbye, on se verra la prochaine fois, bien sûr, sur notre chaîne Cinéma Fragment TV sur Facebook et aussi la chaîne YouTube sur Je Communique TV. Pour ne pas oublier, Pêche Ben Sèche, il faut toujours encourager notre chaîne Je Communique TV sur YouTube, partager maximum cette chaîne partout dans le monde pour que tout le monde s'intéresse, parce que j'ai cette fête, Inch'Allah, de la Toros, Qanat, Je Communique TV. Alors, quel m'a Yous Delal, professeur de communication en français, et aussi l'admin de la chaîne YouTube, Je Communique TV. On se verra la prochaine fois. Goodbye! كيف ما تشوفوا communicate personal information orally and in simple letter. إذا أنتم فاهمين جيدا ما معنى هذا الهدف communicate personal information orally in a simple letter. Read and understand a simple letter. Understand and value كيف ما شفنا difference in school life in Morocco and abroad. Use correct language. Take simple notes and do creative work. Cooperate and interactive with